يعني تناولنا سويا الجانب السياسي وجانب التصعيد فيما يخص رفح وقطاع غزة. الآن نتناول الجانب الإغاثي والدور اللي بتقوم به الحقيقة القيادة السياسية والحكومة المصرية والظهير الشعبي في هذا الخصوص على كل الأصعدة وفي جميع الجهات. بتعمل مصر على إنهاء مأساة الأشقاء الفلسطينيين وإعانتهم وإمدادهم بكل سبل العيش، ومن هنا تعاظم دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم ومساندة الفلسطينيين على مدار 7 أشهر منذ بداية الحرب والعدوان الصهيوني على قطاع غزة وحتى الآن، وهو ما يتم بالفعل دعم فوري وإغاثة إنسانية بشكل مستمر لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين. الحديث عن دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم الفلسطينيين بيستمر مع ضيفنا الذي ينضم إلينا هاتفيا، الأستاذ مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. ما هو حجم المساعدات الإغاثية المتواجدة حاليا وتنتظر فتح المعبر من الجانب الإسرائيلي للدخول للفلسطينيين؟ خليني أقول لحضرتك إن إحنا دي القافلة الثامنة المنتظرة إن شاء الله الدخول، هي 106 شاحنة، لكن إحنا يمكن على مدار الشهور الماضية من أول ما وقعت الأحداث في القطاع من 7 اكتوبر الماضي ما يقرب من 2619 شاحنه بما يقرب من اكثر من 54,000 طن من المواد الاغاثيه والمواد الطبيه والملابس والبراطين والاغذيه، وايضا احتياجات الاطفال من الالبان وكل ما يلزمهم من المواد الاغاثيه والانسانيه، وده يمكن شيء يعني يمكن تقديرا ما يقرب من 100 مليون من مساهمات اعضاء التحالف الوطني العمل الاهلي بعد توجيه السيد الرئيس لامانه التحالف الوطني العمل الاهلي التنموي بتثبيت الاحتياجات ودراسه كافه الاحتياجات بشكل دوري، وده اللي احنا ان شاء الله كمان بنستعد للقافله القادمه من الان ان شاء الله تستقر الامور او نستطيع عبور الشاحنات وفتح المعبر بشكل مستمر. لكن حجم المساعدات الإغاثية التي تحويها القافلة الثامنة قد إيه وأنواعها؟ إحنا عندنا 106 شاحنة بتحتوي على كل ما يلزم من الاحتياجات الدورية من البطاطين والملابس والخيام والأغذية والألبان، وفي منهم طبعا أكثر من 20 من الشاحنات مياه، وده يمكن بعض كمان الاحتياجات اللي بنبدا نوفرها في كل قافله، الادويه والمستلزمات الطبيه اللي بتحتاجها بعض المستشفيات الميدانيه اللي موجوده، وبنحاول ندرس ده باستمرار مع الجانب الفلسطيني عشان خاطر نوفر الاحتياج الضروري ويكون في اولويه لبعض المساعدات اللي بتخرج في كل قافله. وان شاء الله يمكن ده بكل مره بنحاول نضيف بعض البنود للقوافل اللي بتتحرك من التحالف من جمهورية مصر إلى أشقائنا في قطاع غزة. يعني القافلة الثامنة تقف على الحدود بكل تأكيد في يعني تنتظر فتح المعبر من الجانب الإسرائيلي. صحيح. ونحن نتابع هذا على الهواء منذ عدة أيام، منذ متى تحديدا؟ احنا يمكن حضرتك دلوقتي داخلين على الأسبوع الثاني، منتظرين طبعا ان يكون في اتفاق ما بين الأطراف زي ما ممكن الدولة والحكومة المصرية وكل الأجهزة الأمنية بتتدخل الآن لوقف التصعيد اللي بيحصل من الجانب الإسرائيلي وإغلاقهم للمعبر من الاتجاه الآخر من الجانب الفلسطيني. طبعا هو سيطرة المعبر أظن دلوقتي يمكن كلها بقت في الجانب الآخر من خلالهم، وده شيء طبعا مؤسف لأنه بيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة في عدم وصول مساعدات لأشقائنا في الجانب الفلسطيني وفي القطاع بشكل كامل. عندنا أزمة كبيرة جدا يمكن بتوصل لنا على شكل يومي في احتياجات كثيرة للأطفال وكبار السن والأدوية، ويعني الحقيقة أمر في غاية الأسف إن احنا بنصل لقتل بشكل عمدي ومباشر في منع وصول المساعدات للأشقاء من خلال قوات الاحتلال اللي يمكن بدأت كمان تؤخر بشكل عن قصد في دخول الشاحنات وفي دخول المساعدات وتوزيعها على
ابناء القطاع سواء في الشمال او في الجنوب القطاع، وده شيء للاسف بنمر بيه على فترات كثيره على مدار الشهور الماضيه، ان بتصل القافله بتنتظر في الجانب الاخر اجراءات تفتيش، اجراءات تعسفيه، بعض التاخير من الوقت عشان يصيب ضرر لاهالينا اكثر ما الضرر وقع عليهم جراء القصف اليومي والاشتباكات اليوميه. فنتمنى ان شاء الله من الجهود الدوله المصريه مع الامم المتحده وكافه الدول اللي بتشارك الان في تهدئه الامور او وصول لهدنه او استقرار فتح المعبر عشان نقدر ندخل بشكل مستمر. احنا كاعضاء للتحالف وكل التحالف الوطني العام الاهلي التنموي بنستجيب فورا لاي طلب او احتياج من اهالينا في القطاع. توجيهات السيد الرئيس لكل الامانه داخل التحالف بتوفير اي احتياجات وارسالها بشكل فوري. والحقيقه احنا لو بيجيلنا تعليمات مباشره في نفس اليوم او في خلال 48 ساعه بنكون قادرين على الاقل بنوفر 100 شاحنه من التريلات الكبرى بكافه الاحتياجات وكافه الطلبات، وما بيتمش الحقيقه كافه اجهزه الدوله الاجهزه الامنيه والقوات المسلحه وكل المسؤولين عن المنفذ والمعبر من الجانب المصري بيسهل لينا كافه الاجراءات، والامانه الفنيه للتحالف الوطني تتحرك والغرفه المركزيه وبندرس كل هذه الامور وبيكون في تحرك سريع. مشكلتنا الاكبر هو الجانب الاخر للاسف الشديد في التاخير والتعسفات اللي بتحصل حتى يمنعوا دخول هذه المساعدات. نعم انا اشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى زمزم عضو مجلس امناء التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، شكرا جزيلا لك.